السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير وأمركم تكون في أحسن أحوالها. الكاطو ديال اليوم كان تحت الطلب ديالكم، وأنا حضرت معكم طريقة اللي هي جد سهلة ومبسطة. كيف ما تنقولوا، واخا ما عمرك تنوض للكوزينة تبعتي معايا التقنيات اللي بارطاجيت معك في هاد لا فيديو، ضروري ما تخرج ليا هاد الكاطو كيف ما حطيتو أنا بالضبط. لا فوغي نواغ أو لا محبوبة الجماهير، صلحكم ان كاطو دانيفرسير، كاطو فان داني، شي مناسبة لا فامي مجموعة، يعني هاد لو كاطو كيتماشى مع كاع المناسبات. كيف ما تنقولوا حنا كيرضي جميع الاذواق، بداك لو ميلونج ديال الموس شوكولا ولا كريم شانتي، بسكوي جينواز حتى هو شوكولا، كتجي غزاله بزاف. حضرت معكم بطريقه اللي هي سهله، ما فيهاش نهائيا لا جيلاتين، ما فيهاش نهائيا شي تكنيك اللي هي صعيبه. كيف ما قلت لكم، واخا تكونوا مبتدئين غتحضروا هاد لو كاطو وغادي تفكروني، ضروري ما تجربوه ليا وتردوا عليا في لي كومونتير. قبل ما ندوزو لمقادير وطريقه التحضير، ما نساش نقول لكم اللي كنتو جداد ولا اول مره كتشاهدوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الفيديوهات جداد. اما بالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين معنا في القناه، فبغيت نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، تخليونا التعليق ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والعائله، باش هكذا الفيديو يدوز لناس وحدين اخرين ويستافدوا منه. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. فهنا كيف ما كتشوفوا، اول حاجه غنبداو بالتحضير ديالها هو البسكوي جينواز. خدينا 3 ديال البيضات، عندنا شيشه ديال الملحه، 90 غرام ديال السكر، وكنخلط كل شيء حتى كيصبح اللون ديالو فاتح وكي دوبل في الفوليوم ديالو. هنا كقاعده تحضير الجينواز كناخذ دائما بيضه كنديروا فيها 30 غرام ديال السكر زائد 30 غرام ديال الدقيق، ودائما على حساب الكميه ديال البيض اللي عندكم. هنا من بعد ما طلعت البيض والسكر مع ديك الرشيشه ديال الملحه، كنزيد النواشف ديالي اللي فيهم 76 غرام من الدقيق زائد 14 غرام من بودره الكاكاو اللي كتعطينا في التوتاليتي 90. ياك غادي نخوي الخليط ديالي من بعد ما حركته غير بشويه من الفوق لتحت باش ما يحيدش منو داك الهواء اللي دخلناه في الاول. على درجه حراره 180 من الفوق من التحت كندخلو المده ديال 10 ديال الدقائق، وكنخرجو مباشره كنقلبو فوق واحد الوريقه ديال بابيي اللي كتكون مرشوشه بالسكر كلاصي. كندير واحد الحكيكه خفيفه باش كيزول معايا ورق الطهي بكل سهوله. كيف ما شفتوا بسكوي جينواز ديالنا حنا بغينا نحصلو عليه يكون رقيق نوعا ما، باش ما يجيش داك البسكوي طاغي على لاموس اولا لاكريم، يعني كيجي لونطرومي ديالنا اولا لا فورينوار ديالنا كتجي متساويه اولا متوازنه في المذاقات. هنا غنحتاج 200 غرام من الشوكولاته السوداء اللي تكون كتحتوي على الاقل من 54 اولا 55% من نسبه الكاكاو. غادي ندير هاد الدوب باماغي بعد ما قطعتها شي شويه. غادي نوجدو السيرو، كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر، 200 غرام ديال الماء 200 غرام ديال السكر على حسب الرغبه ديالكم. المهم البسكوي خاصنا نسقيوه مزيان. غنزيد حبيبات من هاد لي سوريز اللي تيكونوا هكا، لا فورينوار معروفه كدير بلي سوريز كيكونوا اماغينا، ولكن الثمن ديالهم طالع، وحنا اي حاجه طالعه في الثمن كما كنقولوا ما عندنا ما نديرو بها. غادي ندوزو نحضروا السيغو باش غنوجدوا لاموس اولا لا باغايا بومب. درنا 50 غرام ديال السكر مع 50 غرام ديال الماء فوق عافيه مهيله حتى كيوصل السيرو ديالنا ل 121. كذلك عندي كيف ما شفتوا جوج صفار ديال البيضات زائد بيضه كامله، كنديرها في الباتور كنبدا كنطلعها حتى كتكشكش، مما كيوصل السيرو ديالي 121 كنزيدها غير في الجنب لا فيتاس اللي كتكون ناقصه. من بعد ما كنخوي السيرو ديالي كامل عاد كنطلع لا فيتاس وكنخليها تطرب حتى كتبرد، وكنحصلوا على واحد لاباغايا بومب اللي كتكون بحال هكا. انا اعتمدت لاباغايا بومب لانها كتجي لذيذه بزاف، وغير هكا ما غنحتاجوش نديرو فيها لا جيلاتين عكس لا كريم اونغليز. وهنا غادي ندوزو نحضروا العنصر الثالث اللي غنحتاجوه في هاد لاموس. عندي 200 غرام من الكريمه السائله كنطلعها في الباتور. البنات هنا لا كريم ما كنطلعوهاش حتى كتسد تماما، كنخليوها موسوز بحال شي رغوه ياك، وكنخليوها ما نطلعوهاش نهائيا فارم باش كتجينا لاموس ديالنا ايغي، يعني كتجي واحد لاموس اللي هي زوينه بزاف. خديت الشوكولا ديالي من بعد ما برد تماما، هنا نردو بالنا من لو شوك تيرميك، ما يكونش الشوكولات سخون نزيدو على لاباغايا بومب اللي هي بارده، يكون الشوكولات ديالي بارد تماما كنزيدو على لاباغايا بومب ديالي وكنبدا كنحرك حتى كينسجمو مزيان. من بعد كناخد واحد شويه من لا كريم شونتي كنزيدو على الشوكولات غير باش يعرف بان راه كاين واحد لانغغيديون ثالث غيتزاد، عاد كنضيف كلشي على لا كريم وكنبدا كنحرك غير بشويه من الفوق لتحت باش ما نطيحش الهواء كيف ما كنقول لكم اللي داخل عندنا في لاموس. كنخليها على جنب وكندوز للمونتاج ديالي. بسكوي جينواز بانش مزيان سقي البسكوي ديالي، كندير كطبقه اولى لاموس شوكولا كنوزعها بالتساوي تكون مقاده كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. هاد لاموس راه كتجي زوينه، تبعوا غير المقادير كيف ما حضرتهم معكم، وكيف ما قلت لكم ما تكتروش عليها التحريك بزاف، ولا كريم ديالنا ما نسدوهاش بزاف، ما نطلعوهاش بحال غنديروا المونتاج ديال شي كاطو.
هنا غناخد هاد لي سوغيس ديالنا تا هما صراحه كيجيو زوينين. اللي باغي يتبرع ويتهلا فراسو كيدير لي سوغيس امارينا, وداك السيغو اللي كيكون في لي زامارينا هو باش كان بانشي ولي بيسكوي. سينو نمشيو على قد جهدنا, كنزيد واحد لاكوش خفيفه باش كندرق هادوك لي سوغيس اللي درت. غنزيد الطبقه الثانيه ديال البيسكوي جينواز, كنسقيه حتى هو مزيان من جميع الجوانب, وغنزيد كطبقه أخيرة لا كريم شانتي. هنا عندنا 100 غرام ديال لا كريم شانتي اللي غادي نطلعها, وهادي غادي نطلعها مزيان حتى تسد. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما طلعات على هذا الشكل هذا, غادي نضيفها كطبقه اخيره. يعني الكميه ديال لا كريم اللي احتاجينا في هذا لونترومي يعني كامله هي 300 غرام, 200 غرام زائد 100 غرام. يعني هاد لا فوغي نوار راه صراحه كتقام رخيصه بزاف, والملمس ديالها والمذاق ديالها وداك التناغم ديالها راه ما نقول لكمش راه بحال الحرير. دابا انا غنلوح لكم هاد لا فيديو وحسها في الدار, ما بقاش تبارك الله غير قسمتها تكالت ملي الدار حماقوا عليها. وما نكذبش عليكم كما تيقولوا الناس كاملين محبوبه الجماهير لا فوغي نوار, داك التوازن ديال لاموس مع البسكوي مع لا كريم كتجي زوينه بزاف. اي سورتو لا كانت ناقصه حلاوه بحال هادي غير جربوها بعينيكم مغمضين. دخلت لونطرومي ديالي حتى شد راسو مزيان في الكونجيلاتور, كان نديمولي الجنابي طوغشون يكون سخون اولا شاليمو على حسب متوفر دائما, كنديموليه من لو ساركل وكنردو الثلاجه. هنا ذوبت شويه ديال الشكلاط, غنسرحوا على لو بلون دو طرافاي باش نديروا داك الديكوراسيون شوكولا اللي سهله وكل شيء كيعرفها حتى اللي ما كيعرفهاش. انتم غتشوفوا معايا كيفاش الطريقه جد بسيطه. الا بغيتوا الشكلاط يجيكم غولي فضربوه محدو تيكون باقي طري, يعني ماشي تيقصح تماما, الا قصح فهو كيجي بحال هكا مهرس. بغيتوا يجيكم رولي كيف ما كتشوفوا خاصكم تضربوه وهو باقي شويه طري, يعني باقي ما قصحش تماما. كنخرج لا فوغي نوار ديالي, كندير عليها الشوكولا ديالي بكل بساطه. هنا من بغي نهز الشكلاط نستعمل معلقات لان اليد ديالنا كتكون سخونه وكتذوب الشكلاط. غادي ندير الكميه ديال الشوكولا بطريقه اللي هي عشوائيه, وغادي نزيدكم هنا واحد لاستيس غنعطيها لكم كادو باش تهلاو فراسكم. لا فوغي نوار باش جينا بحال داك المنظر ديال الغابه ونعطيو داك الكحوليه للشوكولا, كنصوبودري اول حاجه لا بودغ كاكاو باش من كنرش عليها السكر كلاصي كيجي باين. وحتى هذيك لا ديكوراسيون شوكولا اللي زدنا كتجي بحال شي اغصان ديال الشجر حقيقيه. المهم منظر غزال بزاف صراحه, كنتمنى انكم تجربوها وتستافدوا من هذا الفيديو, تحضروا لوليداتكم. صدقوني الا جربتوها ما غاديش تندموا على ضمانتي, مذاق كيحمق. بصحة وراحة, كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوناش من لايك والضغط على زر الاعجاب الا كنتم مازال جداد, اشتركوا, فيديوهات كثيره وزوينه كتسناكم. الى فيديو اخر باذن الله, تهلاو ليا فراسكم, الى اللقاء.